الفرنسية متابعة الفنان المغربي سعد المجرد بتهمة الاغتصاب، وسيتم تقديمه أمام قاضي التحقيق صباح اليوم الثلاثاء وفقا لتصريح بيير أربايا النائب العام في بلدية دراغوينا الفرنسية. وكانت الأجهزة الأمنية في بلدة سان تروبيز قد ألقت القبض على المجرد صباح الأحد بعد تلقيها شكوى من فتاة تبلغ من العمر 29 عاما تتهمه فيها بالاغتصاب، حيث تم تمديد حبسه الاحتياطي ل 24 ساعة. وبدأ خبر اعتقال سعد المجرد يؤثر بشكل كبير على شعبيته، حيث تراجعت بشكل ملحوظ نسبة التعاطف معه كما يبدو من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات حول إصابته بمرض نفسي وإدمانه على المخدرات. ومن جهة أخرى أدى خبر الاعتقال إلى تعرض والدته النجمة المغربية نزهة الركراكي للسخرية مقابل دعوات للرأفة بحالها واحتراما لتاريخها الفني الكبير ولوضعها كأم. أما والده البشير عبدو فتساءل في تعليق له على الخبر هل يتعلق الأمر بمؤامرة أم بطيش شباب؟ ويواجه الفنان الشاب الذي يحقق نسب مشاهدة عالية على مواقع يوتيوب كل أغنية يطرحها وضعا قانونيا صعبا لتوفر ما يسمى باللغة القانونية بحالة العود، أي تكرار الجريمة نفسها، وهو من ظروف تشديد العقوبة في عدد من القوانين.